عاصم باشا صباح جديد لانج. اتفضل يا سعاده الراي، المعرض نور كله. اتفضل يا راي. كرسي جوه، خش شوف شغلك عطيه. اخلص. حاضر يا سعاده الباشا، امرني. واضح انك كنت بعيد قوي عن التليفون. الله، مين معايا؟ انت نسيتي صوتي ولا ايه؟ طب بس خلاص خلاص. انا بقى يا ستي لو فتحت شباك البلكونه كده وبصيتي على معرض الشرشابي للاجهزه المنزليه هتلاقي واحد غلبان قاعد مكان الحاج مستني جوليات تتحن عليه وتبص له. عامل فيها روميو بقى. بقول لك ايه، ما تيجي ننزل شويه كده. طب حتى يعني اتمشى العربية يعني بالبلد كده. الله، ماله؟ انا كان لسه شايف الصبح في الصالة كان كويس. طب هيجي امتى؟ يعني مش هينفع ننزل النهاردة. ماشي ماشي يا ست روبنا هانم، طلبات لك اوامر يا باشا. سلام سلام. عطية، أمرني يا سعادة الباشا. يا صباح الفل يا باشا. خيرك مغرقني يا سعادة. مغرق الباشا. ايه؟ اسمع، دول تبعت حد يجيب احلى دستين جاتوه في البلد. انا يا سعادة الباشا، تشوف حد بيفهم كده عشان يجيب حاجة نظيفة. اقول لك تروح انت. اروح انا يا سعادة الباشا؟ من احلى محلات جاتوه في مصر كلها يا سعادة الباشا. أمرني يا باشا. سلام عليك. عطية. ايوه يا باشا. احسن دستين جاتو هوا. انا عم مستني باشا. المحلات كلها تخلص. اخلص. تعالوا عليكم ما نشوف لبنى.